مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. كنتمنى من الجميع البارطاجي، لاننا كنتواجد في احدى النقط السوداء ديال مدينة الدار البيضاء، منطقة عشوائية بجميع المقاييس. فكيف كتبان لكم الصورة؟ يعني الحامير امام منازل الناس، هاد الناس اللي جاو وشراو السكن يعني بالاموال ديالهم، ف كيعيشوا العذاب. طوبات دايرين فيهم ما بغاو، الخنز، الازبال. شنو دور الجماعه في هذه المنطقه؟ اش كيدير هذا رئيس الجماعه في هذه المنطقه؟ شوف غنقربكم من واحد الصور بائسه جدا في هذه المنطقه باش تعرفوا يعني الشكل اللي عايشين فيه هاد الناس. تخيل انت ساكن شاري دار بفلوس، وفي الاخير كتلقى الزبل والخنز، وزيد على الطوبات. انا قربكم اكثر لينا من الصوره باش تعرفوا علاش كنتكلم. واخا هي الطريق ضيقه، غادي نحاول ندخل. كلشي عشوائي، دوز دوز، كلشي عشوائي. الخنز، الزبل، الطوبات، الفيران. تخيلوا دابا توقع غير شي حريق الله يسر، ولكن راه صعيب تدخل من هنا. انا دابا طوموبيل ما قادرش تدخل من هنا بلا تنشوفوا كنديروا ليها، لان ربما يستحيل الدخول. دابا غير الا كان شي حريق كيفاش غادي تدخل الوقايه المدنيه؟ ما عرفتش. رجال الامن بغاو يتبعوا شي واحد، كيفاش غادي يدخلوا؟ هنا الطوبات، هنا الازبال، هنا اللي عجبكم تقدروا تشوفوه. حاليا دابا بالليل مخلي لك واحد الطريق، ولكن بالنهار ما عندكش كيفاش تدخل هنا. دابا كيفاش غادي نديرو؟ عاد نتكلموا على ما دخلاش. الله الله، نعم ما دايزاش. لا لا والو، هذيك كل هذيك عامره في الكراسه. انت شوف رجع مارشاري، ما كاينش زرقاء على اليمين ولا على اليسار والو هنايا. حداك هي على اليمين، ودخل معاها. اه واش هادي ما تخرب؟ ما كاينش زرقاء هنا والو. انت شوف، اه غنزيد انا واحد شويه كاين الزرقاء. اها غتدخل معاها غتخرج حتى محمد. ودابا شي واحد بغا يدوز من هنا ارجون كايدير. خرج انت باغي نطلع الفوق. ها باغي نخرج نيشان، نطلع فوق كما قال لك السيد. راه حتى هذه اللي وراها راه مدوزه حتى انت. شويه كاينه زرقاء غتدخل معاها نيشان. هادي ما تخرجش. واخا سيدي واخا، شكرا. كيف قلت لكم هنا، هنا الطوموبيل وصعيب تدخل، فما بالك السيارة ديال الوقاية المدنية. ما عرفتش انا هادشي والله ما عرفت. هادي ما عرفتش واش نسميوها سيبا ولا شنو. تخيلوا دابا الناس كيعيشوا العذاب بالخنز وبالطوبات. قلت لكم بان كاين واحد الاشخاص الموتور صاحبي، يعني كيفرضوا واحد السومه على التجار. بحال دابا انت حطيتي واحد 5 كيلو ديال البطاطا، غادي يجي يقول لك خلصني خلصني في الارض، بحال الارض ديال باه. مزيان الله يرحمكم الوالدين. الله يرحم لكم الوالدين. هنا دابا هذا واحد النموذج ديال الى وقعت لا قدر الله شي كارثه، كيفاش غادي تدخل الوقايه المدنيه لهاد الزنقه هادي. عاد زيد على الابتزاز اللي كيتعرضوا ليه بعض التجار. وكان مؤخرا كانت واحد السيده يعني تعرضت للابتزاز والسب والشتم، يعني السيده كيدفنوا عليها كيعيروا فيها. علاش؟ لانها كتبيع وكتشري، ماشي محل تجاري هذا. وكاين الناس كيقولك لا حق داروا جمعيه. اش من جمعيه؟ كاين شي جمعيه في السوق عشوائي؟ واش كاين شي جمعيه في الشارع؟ المهم هادشي راه في مولاي رشيد.
رئيس الجماعة صفر إنجاز، أفشل رئيس ربما في أي مقاطعة في المغرب هو اللي كيندير مونارشي. سامية سوس يمكن هاد الزنقة خلاوها هكذا مزودة. لا صديقي ما كاينش هادشي، هاد الزنقة راه فيها سكان، الناس راه شارين الدور بالفلوس ديالهم، الطوبات هاجمين عليهم، تفرقع غير شي بوطة ولا شي واحد مات تما شي أمبيلونس خاصها تدخل، كيفاش غادي يدخلوا؟ هنا راه كاين أفلام وأفلام، راه باش تحط ميكا ديال الخضرة تبغي تبيع وتشري فيها كيف كيديروا الناس، راه كاين الناس مدخلين فلوس من هاد الشارع هذا، كاين الناس كيدخلوا فلوس من هاد الشارع. خلصت تحط، ما خلصتش ما تحطش. دابا كاين شي حقره اكثر من هادي. فدوى العلوي هذاك السوق فيه لوبيات كيكريو البلايص، كيكريو البلايص هنا، ارض يعني في ماشي حتى محل تجاري، حاط في الارض. خلصي وحطي ولا خلص وحط، شنو الدور ديالك انت؟ انا مقابل، اش مقابل؟ وهادشي راه ماشي غير في مدينة الدار البيضاء، ماشي فقط يعني غير في مولاي رشيد، راه وقعت حتى في حي مولاي عبد الله، كاين واحد السوق تما، والله ما خلصتي إلا حطيتي، وإلا ما حط إلا خل إلا حطيتي وما خلصتيش غادي تاكل العصا. ديجا حنا سجلنا مع واحد الأخ كان تقدم بشكايات، وهاديك الزطاطة اللي باقيين اللي كان شحال هادي راه باقي دابا هادشي، باردين الكساف ما عندو ما يدار، كتجي ساهلة يمشي يوقف على واحد لأنه مشرمل. مشمكر ضارب لحمو ما خاسر حتى شي حاجه، عنده بحال الحبس، بحال كيوقف على الدراوش، الدراوش ما كيبغيوش الصداع، هذاك الدروش اللي حاقرو يقدر يصفيها لك بالعصب. عرفتي واحد المنظر خاصكم تشوفوه بالنهار، الناس راه يوم يتقدموا بشكايات او والو، هادشي راه في مجموعه السا، في مولاي رشيد مجموعه السا. الحقره في ديك الحقره اللي ما تقبلهاش، ما تصبرش، خلصوا حط في الارض. والطوبات اللي داخله لعباد الله والزبل اللي كاين، شنو دورك انت كرئيس جماعه كعامل على هذه المنطقه؟ اشنو الدور ديالك؟ فين هو هذا الباشا وفين هو هذا العامل وفين هو هذا القياد وفين هما هذا ما كاين حتى حاجه في هذه المنطقه هذه. هذه راه نقطة اللي تكلمنا عليها من هادشي اللي كيعيشوا السكان ديال مولاي رشيد. كاين غير، ودابا خرج قرار من مجلس المدينة ممنوع العربات المجرورة، ممنوع منها كليا، لا بالحمير ديالها لا هنا راك دايرين لهم دي زوطيل، هنا اوطيلات ديال الحمير، اوطيلات كيجي كيلقى ما بين الدار والدار واحد التيغان خاوي ما باقي مولاه ما بانش، كيجي كيدير واحد القصدير كيخشي لك الحمير تما وبقيتي تغوت نتايا، شكون اللي غيفيق لك؟ الناس تقدموا شكايات والله ما فاق لهم شي واحد. خرج قرار من مجلس المدينه وعطاو الاسماء للشوارع وقالوا بان الازقه ممنوع يكونوا فيهم الكوارة، الاسطابلات، لي زوطيل ديال الحمير باقي هنا، الطوبات، داك الشيء اللي على بالك، هنا راه تقدر تصدر وتزيد بحالك. شي تشرد وما تسكنش معاهم هنايا. المهم هادشي راه في مولاي رشيد. فدوى العلوي خاص سوق نموذجي واستافدوا الناس الاولين، راه هذا كلامك هو الصح، راه هادشي اللي كنتكلموا عليه. هنا في مولاي رشيد سوق واحد ما كاينش، علاش كتشوف الكرارس وكتشوف العشوائي وكتشوف الحمير؟ لان الرئيس اللي جا بدا كيطبل لهم في الاول ويغني لهم وندير لكم ونفعل لكم ما دار لهم حتى زفته، حدو باغي يزفت الشوارع، ومعروف علاش باغي يزفت الشوارع. ابني اخويا سوق، راه كاين لي تيغان هنا بني، دير لهم اسواق فين يتحيدوا هاد الزمر هذا. هانتوما شوفوا الزبل فين كاين، هادي اكفس منطقة في مدينة الدار البيضاء، ولا سوق واحد. الاسواق اللي كاينين كلهم عشوائيين، وكلهم السكان ديال هادوك الاحياء كلهم طوبات هاجمة لهم على الديور ديالهم، عاد زيد الخنز. تنظم كاس العالم وانا تنظمها راسك بعد هنايا كدير. المشكل هما انهم كيتهلاو في الاماكن المعروفه، الاحياء الشعبيه راه كارثيه، الاحياء الشعبيه في مدينه الدار البيضاء كارثيه. وحتى هاد العمده اللي جات الله يعطينا حتى هي بركته، مساليه
قتلونا بهذيك الهضره اخنوش داك النار بالك اليوم. جيت لكازا وعجبني الحال ولقيت واحد الفرق كبير كيف كانت. الله يا ودي فين 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 درسي درسي في الاحلام. اجي ندورك انا نسطيك ندورك انا نوريك شنو واقع في مولاي رشيد هنا في كازا في جميع الاحياء اللي بغيتي من الاحياء الراقيه ونوريك شنو واقع. كيكذب مدينه الدار البيضاء تبدلات في هذه الفتره اللي شدينا وغادا الاحسن. الله يا ودي فين ها هو كلشي عشوائي. ها هو السوق هنا هو مسدود 30 عام هو مسدود ولا 20 عام كله محلات تجاريه. علاش ما يعطيوش للتجار هادو ويساليو هاد الفيله مادا ديال الخنز والزبل اللي خارج المغرب هو الشفاره. كلشي باغي ياكل كلشي باغي ياكل شي قسما بالله شي كاس العالم هي غادي تنظم في المغرب والدول كيستافدوا من كاس العالم في التنميه والبنية التحتية في المغرب. والله ما غيستافدوا زفسة غيحطوا فلوس وتا حاجة ما غيستافدوا. علاش؟ لأن كاين الناس باغين غير ياكلوا باغين يدخلوا الجيب ديالهم. والله لا استفدت حاجة غيستافدوا هما. رئيس الجامعة اللي خاصو يجي ويجيب معاه مشاريع ويخدم ويقلب على الأموال من مجلس المدينة راه كاين هذا هنايا ميت ناس جثة. كلشي باغي يشيط كلشي باغي ياكل كلشي باغي. المهم هادشي اللي كاين هنايا في بعض الاحياء ديال مدينة الدار البيضاء. غادي نوصل نهاية هذه المباشرة تبارك الله عليكم.